السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار العاجلة. الحكيم يبلغ بالأصخار ندعو مفاوضات إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق. قوات الحدود تحكم قبضتها على 7 متسللين أجانب في البصرة. خارطة من 3 محاور لتشكيل الحكومات المحلية. كانت وانتهت رئاسة البرلمان لم تعد ورقة مؤثرة. عام قادم للحرب يخطط له نتنياهو، ما علاقة ترامب؟ بايدن يزور بؤرة الغضب الأمريكي العربي. السفارة الصينية في بغداد تعلن تعليق جميع خدماتها القنصلية. العراق يوقف استقبال طلبات سمات الدخول ويعتمد آلية إلكترونية بديلة. جهاز مكافحة الإرهاب ينوه للمتقدمين على التعيين ضمن ملاكه. ستصلكم رسائل. الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلاتها إلى موسكو حتى إشعار آخر. المالية تعلن إطلاق تمويل الرواتب التقاعدية لشهر شباب. إطلاق التقديم على قروض الإسكان الأسبوع المقبل. السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم 3 المقبل في بغداد. الخارجية الأمريكية سنعمل بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع. إسرائيل لابيد نتنياهو غير مؤهل لمنصبه ويقود إسرائيل من كارثة لأخرى. واشنطن ردنا العسكري لمقتل جنودنا لن يكون تصعيدا للتوتر. عصابة الليل الخفية في أسطنبول تقع في قبضة الأمن. واشنطن تضع شرطا لعودة أنقرة إلى F-35 حل الخلاف حول S-400. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد رئيس تحالف القوى الدولية العراقية عمار الحكيم اليوم الخميس 1 شباط 2024 دعمه مفاوضات إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه أزمة غزة. وقال الحكيم في بيان: التقينا صباح اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخار، مبينا أن اللقاء استعرض التطورات السياسية في العراق والمنطقة والعلاقة البينية بين العراق والأمم المتحدة. وأضاف الحكيم أن اللقاء أكد أهمية الانتقال إلى مرحلة الشراكات الثنائية مع المنظمة الدولية بعد أن تجاوز العراق أغلب التحديات على المستوى الداخلي والخارجي، موضحا كما شددنا على حفظ الاستقرار المتحقق بتضحيات العراقيين من كافة المكونات. أعلن قيادة قوات الحدود اليوم الخميس 1 شباط 2024 القبض على 7 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود في محافظة البصرة. وقالت القيادة في بيان: ضمن مهام قوات الحدود في منع حالات التسلل والتهريب، تمكنت مفارز الفوج 3 في لواء حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة 4 من إلقاء القبض على 7 متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود عبر قناة شط العرب في محافظة البصرة. وأضافت أنه تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. سباق تشكيل الحكومات المحلية انطلق، والقوة السياسية تحدد خارطة من 3 محاور لتحديد شكل مجالس المحافظات المقبلة، فيما كشفت جهات نيابية موعد الحسم المقرر. يؤكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي اليوم الخميس 1 شباط 2024 إن خارطة الطريق من 3 محاور ستعلن بداية الأسبوع المقبل لحسم تشكيل الحكومات المحلية. ويقول العنبكي في حديث إن نتائج انتخابات 18 كانون الأول فرضت معطيات سياسية من خلال نجاح قوى الإطار في تحقيق -1 في 7 إلى 8 محافظات، أي إنها المعنية بإدارة ملف تشكيل الحكومات المحلية وفق المسارات الديمقراطية. أكد أمين عام حزب الانتماء الوطني حكمة سليمان اليوم الخميس 1 شباط 2024 بأن رئاسة مجلس النواب لم تعد ورقة مؤثرة في تحديد بوصلة تشكيل مجالس المحافظات. وقال حكمة في حديث: إن ملف اختيار رئيس مجلس النواب كان ورقة مؤثرة في تحديد بوصلة تشكيل عدة حكومات محلية ومنها الأنبار، لكن الوضع تغير بعد قرار المحكمة الاتحادية تأجيل النطق بالدعاوى المرفوعة لديها إلى وقت لاحق.
وأضاف أن المجالس المنتخبة عليها المضي في أداء مهامها وعقد جلستها في مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل أو بدايته، والتي تتضمن اختيار رئيس المجلس ونائبه، وهذا الأمر لا يمكن حسمه دون توافق سياسي. عام آخر قد تستغرق حرب غزة حتى يأتي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مجددا في الانتخابات المقررة نوفمبر تشرين الثاني المقبل، كما يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أن ينقذه من دخول السجن، كما ورد في تقرير لصحيفة يدعو تحرانوت العبرية. وتفاقمت الخلافات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن نتيجة قتل إسرائيل أعدادا ضخمة من المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب، وعدم رضا تل أبيب عن مقترح واشنطن أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد الحرب. في المقابل يرى نتنياهو أن إسرائيل هي من ستحكم غزة بعد الحرب أو إسناد هذه المهمة لعائلات فلسطينية موثوق بها في إسرائيل. يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس 1 شباط 2024 إلى ولاية ميشيغن المتأرجحة انتخابيا، والتي تعد أيضا بؤرة الغضب الأمريكي العربي المتنامي ضد الحزب الديمقراطي جراء سياساته المؤيدة لإسرائيل. وتأتي هذه بعد أيام من سفر مدير الحملة الانتخابية لبايدن إلى مدينة ديربورن، أكبر تجمع للأمريكيين العرب في الولايات المتحدة، حيث قبل بالتجاهل من رئيس بلديتها. ودقت الزيارة ناقوس الخطر بالنسبة لبايدن الذي يمكن أن تكون الولاية المتأرجحة مثل ميشغن حاسمة بالنسبة إليه في نوفمبر عندما يواجه مجددا سلفه دونالد ترامب، كما تشير الاستطلاعات. وأوضح البيت الأبيض أن زيارة الخميس إلى ميشيغن انتخابية بحتة، كما أفاد فريق حملة بايدن الانتخابية لعام 2024 أن الأخير سيلتقي بأعضاء نقابة قوية لعمال السيارات في منطقة ديترويت أعلنوا تأييدهم له الأسبوع الماضي. أعلن السفارة الجمهورية الصين الشعبية في بغداد اليوم الخميس 1 شباط 2024 تعليق جميع خدمات القنصلية بشكل مؤقت بمناسبة عيد الربيع الصيني. وقالت السفارة في بيان صحفي إن سفارة الصين لدى العراق تهدي أطيب التحايا وأخلص التماني لكل طالبي الاستحصال، وتود إعلامهم بأن جميع الخدمات القنصلية سيتم تعليقها في الفترة ما بين 12 فبراير شباط إلى 15 فبراير شباط باعتبار تنظيم الأعمال، وكل الأعمال ستستأنف في يوم الاثنين 19 فبراير شباط. تنويه هام من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بخصوص سمات الدخول تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتسهيل الإجراءات وانتشار الأتمتة في العمل اقتصارا للوقت والتكلفة والقضاء على الروتين، وبإشراف السيد المدير العام اللواء الحقوقي نشأة إبراهيم الخفاجي. تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتسهيل الإجراءات وانتشار الأتمتة في العمل اقتصارا للوقت والتكلفة وللقضاء على الروتين، وبإشراف السيد المدير العام اللواء الحقوقي نشأة إبراهيم الخفاجي. تقرر إيقاف استقبال طلبات سمات الدخول الزيارة، وسيتم اعتماد الطلبات الإلكترونية فقط عبر الرابط أثناء اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 1/2/2024، لذا اقتضى التنويه.